أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو الفنانة السورية جمانة مراد تدخل عالم الغناء وفقدت فلذة كبدها ودخلت الفن بمساعدة مخرج سوري شهير. تعرفوا على قصة حياتها وأعمالها الفنية. أهلا بكم. أطلت الفنانة السورية جمانة مراد في لقاء قصير كشفت خلاله عن دخولها عالم الغناء واستعدادها لطرح أولى أغانيها قريبا. الفنانة جمانة مراد أوضحت أنها انتهت من تسجيل الأغنية وتستعد لتصوير الفيديو كليب الخاص بها، علما بأنها تغني برفقة شابين موهوبين لهما تجاربهما السابقة، لكنها رفضت الكشف عن اسميهما ليكونا مفاجأة للجمهور. وأضافت الفنانة جمانة مراد أن الشركة المنتجة للأغنية عرضت عليها في البداية سيناريو فيلم سينمائي، لكن الفيلم لم يعجبها فرفضته، لكنها طرحت فكرة إنتاج أغنية لها ووافقت الشركة. وأكدت الفنانة جمانة مراد بأنها ليست مطربة كأصالة على سبيل المثال، لكنها تجيد الغناء، وكان أداءها للأغنية مفاجئا لمنتجيها والمحيطين بها. وكشفت الفنانة جمانة مراد أنها مرت بفترة صعبة على الصعيد النفسي وساعدها الغناء على الخروج من هذه الفترة، مشيرة لإيمانها بأن الحزن يجلب المزيد من الحزن، لذلك لا تستسلم له. وأضافت الفنانة جمانة مراد أن ولديها حبا أغنيتها كثيرا ويحتفظان بنسخة منها في سيارة العائلة ويحرصان على سماعها بشكل دائم، مبينا أن إعجاب ولديها بالأغنية يكفيها. وتزوجت الفنانة جمانة مراد من المخرج التلفزيوني السوري نجدة نزور، لكنها انفصلت عنه بعد الزواج استمر أكثر من 3 سنوات. وثم تعرفت الفنانة جمانة مراد على رجل أعمال سوري وتزوجته، لكنها مجددا تطلقت دون أن تنجب أطفال في أي من الزيجات السابقة. وفيما بعد التقت الفنانة جمانة مراد بالمحامي الأردني ربيع بسيسو وتزوجا في عام 2013 ويعيشان سوية في مصر. وفي شباط فبراير عام 2019 أنجبت الفنانة جمانة مراد مولودها الأول وأطلقت عليه اسم محمد، حيث ولدته في أمريكا. وثم أنجبت الفنانة جمانة مراد توأما صبي علي وبنت ديانا، وتوفيت ديانا في 29 من آذار مارس من العام 2022. وقد ولدت الفنانة جمانة مراد في 1 نيسان/أبريل من عام 73 في مدينة السويداء السورية، وحصلت الممثلة جمانة مراد على شهادة الثانوية العامة من دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. وثم صارت الفنانة جمانة مراد تدرس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب بجامعة دمشق حتى أنهت دراستها وحصلت على الشهادة. وفيما بعد سعت للحصول على شهادة في الدراما والتمثيل من مركز آرت أكتور سنتر في لندن. وعملت الفنانة جمانة مراد بالبداية كمذيعة في تلفزيون عجمان، لكنها لم تكمل والسبب توقف البرنامج الذي كانت تعمل على تقديمه. وثم تعرفت على المخرج السوري نجدة نزور عن طريق أصدقاء مشتركين، والذي أعطاها فرصة للتمثيل في مسلسل بقايا صور. وفي نفس العام السابق شاركت الفنانة جمانة مراد في مسلسل رمح النار، وفي عام 2000 ظهرت في البواسل. وثم شاركت الفنانة جمانة مراد في عام 2001 في المسلوب والبحث عن صلاح الدين، وبعدها بعامين مثلت الممثلة جمانة مراد في الهروب إلى القمة.
وفي عام 2004 ظهرت الفنانة جمانة مراد في الخيط الأبيض والطارق، ثم شاركت الفنانة جمانة مراد في 4 أعمال في عام 2005. ومن ثم توالت أعمال الفنانة جمانة مراد الفنية، والتي تنوعت ما بين الشامية والاجتماعية والتاريخية والرومانسية. وبقيت الفنانة جمانة مراد مستمرة بعطائها الفني حتى عام 2013، ثم توقفت بعد زواجها من المحامي ربيع بسيسو. ثم عادت الفنانة جمانة مراد إلى الساحة الفنية في عام 2017 من خلال مسلسل مدرسة الحب في موسمه الثالث. وفي السجل الدرامي لجمانة مراد العديد من المسلسلات السورية الهامة، نذكر منها الجزء الثالث والرابع والخامس من مسلسل باب الحارة. وحيث جسدت الفنانة جمانة مراد شخصية شريفة زوجة العكيد أبو شهاب، كما قدمت الممثلة جمانة دور ريم في انتقام الوردة. وكما كان للفنانة جمانة مراد مشاركات في عالم السينما، ومن أفلامها الشياطين، لحظات أنوثة، الفرح، يوم 13، الحفلة وغيرها. ولجمانة مراد تجارب بإنتاج الأعمال الدرامية، خاصة أنها كانت تمتلك شركة إنتاج خاصة بها، ومن تلك الأعمال هيك تجوزنا. وعلى ذلك شاركت الفنانة جمانة مراد في مسلسل إذاعي عالم رغم أنفه، ولها تجربة بتقديم البرامج لقاء مستحيل. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.